في مؤلف أجنبي ألف كتاب قال كيف تعيش أصغر من عمرك 20 سنة. وطبعا كلكم أكيد بتعيشون أصغر من عمركم 20 سنة، لكن قال في 5 أمور. الأمر الأول الرياضة والحركة، الأمر الثاني تنام نومة مشبعة، هذا كلامه. الأمر الثالث التغذية تكون صحية، راقب أكلك. الأمر الرابع قال تكون متفائل وإيجابي. الأمر الخامس قال تهتم في جلدك وتحط زيت وحط كريمات على وجهك وعلى يدك، يقول حتى تحس أنه عندك نظارة. أنا أقول هي 5 مهمة، بس هذا المؤلف الأجنبي في شغلة مهمة نسى يقولها، أو يمكن هو ما يعرفها، اللي هو الإيمان. الإنسان الصلاة، الوضوء، الإيمان، قوة العلاقة بالله، كثرة العمل الخير، الصدقة، أولاً تخلي نفسه نفس سمحة وتزيد درجة الإيجابية عنده ويبين هو أصغر من عمره.